على حسابك إيمو. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل ملك القناة على حسابك الخاص إيمو. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على الصورة المستقرة في الأعلى، ثم بعدها نأتي إلى نافذة الإعدادات الخاصة بنا، هنا نقوم بالضغط عليها، وبعدها نأتي إلى هنا الخصوصية نضغط عليها، ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذة الخصوصيات نقوم بالضغط على طريقة لإضافة، ثم بعدها سوف نأتي إلى هنا نافذة طريقة لإضافتك، نقوم بتفعيل ملك القناة من خلال الضغط على العلامة البيضاء، هنا نقوم بالضغط عليها، وكما ترى أصبحت باللون الأزرق، يعني تم تفعيل ملك القناة على حسابك الخاص إيمو. وهنا نكون قد انتهينا. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.